أقامت الفنانة التشكيلية الفلسطينية ميرنا بامية معرضها الفردي الأول في الضاحية الباريسية غومنفير بعنوان حامض. ميرنا بامية الباحثة في التراث الفلسطيني وفنانة متعددة الوسائط توظف للتعبير عن فنها وأفكارها وسرديتها توظف طرقا متعددة الأداء، الفيديو، السيراميك وحتى الطهي. نعم رشيد، وتستخدم الفنانة ميرنا بامية هذه الوسائط من أجل التعريف بكل ما هو فلسطيني والحفاظ على قصص مهددة بالضياع ومشتتة بسبب الاحتلال، كما تقول ميرنا بامية. طبعا على كل حال، في جاليري حوش الفن الفلسطيني في القدس وذلك قبل 8 سنوات كان أول معرض فردي للفنانة بعنوان الما بعد. نعم، وصولا إلى حامض في باريس وانطلاقا من خبرتها السابقة في فنون الطهي، تقدم بامية في هذا المعرض تأملات حول موضوعات الذاكرة خاصة فيما يتعلق بثقافات الطعام، ولكن بنظرة أوسع بكثير. يتضمن المعرض أعمالا جديدة من بينها المخزن، وهو عمل تستخدم فيه بامية عملية التخمير للتفكير في النزوح والاقتلاع. أما السلالم فهي عبارة عن منحوتات خزفية ضخمة معلقة من مكونات غنية بالنكهة مثل الثوم والفلفل الحار والقرنفل، مغطاة برسوم طفولية، والجدار بمثابة تركيب خزفي من الحمضيات يستعين بالتحلل لفهم الخسارة والحزن، وخاصة فيما يتعلق بالتجربة الفلسطينية للحرب والنزوح. حال والحديث أكثر عن هذه التجربة الإبداعية الفريدة، تنضم إلينا من لشبونة بالبرتغال الفنانة الفلسطينية ميرنا بامية. ميرنا، مرحبا بك معنا في ضفاف. بداية، ربما السؤال الأول عن هذه العلاقة بين ثقافة الطعام ومقاومة المحو والنسيان، ما هي هذه العلاقة؟ شكرا لاستضافتي. أول إشي، الأكل مادة كتير زخمة وغنية لنطلع عليها، على كل المواضيع اللي لها علاقة بالناس وقصصهم. ولما نحكي على ناس مثل الشعب الفلسطيني اللي عندهم تاريخ كتير عميق مع الأرض، مع الزراعة، بس كمان تاريخ كتير متقلب من الاستلاب والاستيطان يعني لما نتطلع بالتاريخ على المحل أو الحقبة الزمنية اللي كان فيه عنا سيطرة على الأرض وعلى الهواء وعلى المي، كتير منضيع. فالأكل بهذا المحل بيصير هو المادة أو المكون اللي فيه بنقدر نحن نعبر عن صوتنا بلا أي تدخلات، بس كمان بيعطي هذا اللاير أو الطبقة من البحثية اللي فيها كل شيء بتجمع. فأنا لما أبحث بالأكل، وخصوصاً بحثي من 2017 لهلأ، هو بالوصفات الفلسطينية التقليدية اللي عم تختفي وقصصها اللي إلها علاقة بالأرض، اللي إلها علاقة بالناس، بس إلها علاقة بسؤال ليش هاي الأكلات مش عم توصلنا للحظة الحالية. والاختفاء بالنسبة لإلي هو كتير متعدد، يعني الأكل بغزة لحد فلسطيني بالقدس هو
اختفاء، لأنه نحن كفلسطينيين ما بنقدر فعليا نروح على غزة، فما بنقدر ناكل هاي الأكلات، نتذوق الطحينة الحمراء اللي كتير مشهورة فيها غزة، ما بنقدر ناخد هذا العبق اللي بيجمع الأكل بتحضيره، بحركة المطبخ حواليه، بمجموعة الناس اللي بتقعد حوالين الطاولة وبتحكي لما تاكل. فهو مش بس الأكل اللي بناكله، كل القصص نعم اللي الأكل بيحكيها اللي فيها كتير غنى، وهذا هو نعم منى، اهتمامي. بالفعل يعني كما ذكرتي، وخاصة عندما نتحدث عن المطبخ الفلسطيني الغني واللي له تاريخ ومرتبط أيضا بالأرض وحتى مرتبط بالمجتمع الزراعي. في بخصوص المعرض، لماذا اخترتي حامض تحديدا عنوان لمعرضك؟ لماذا طعم الحامض بين كل هذه النكهات التي يوحي بها المعرض بالأساس؟ حامض أو sour things هو مجموعة من الأعمال التركيبية. أنا عملت حامض المطبخ، حامض السوق، حامض فعليا زي ما حكيتي هلأ بهذا المعرض. هو ثلاث هو الـ مش المخزن، هو البانتري، المونة بالعربي، والحائط، وكمان عمل تركيبي، وكل واحد فيهم هن مع بعض بيعملوا مثل شقة فعليا. وهي الشقة هي هلأ متناثرة، موجودة بمحلات مختلفة، بتستنى بهاي اللحظة اللي تتجمع فيها وتصير مكان واحد. بحثي بالأكل هو كتير له علاقة بالبحث الجمعي، قصص الناس الآخرين الفلسطينية بالجسد الممتد. بحامض أنا بتطلع على جسدي الشخصي وقصتي الشخصية كنقطة انطلاق، والأكل هون هو مش الأكل اللي عم بختفي أو الأكل اللي فعليا نقدر نطبخه وناكله. الأكل اللي أنا بتعامل فيه بحامض أو sour things هو الفرمنتيشن أو عمليات التخمير والحفظ، اللي هي بترجع للمعرفة الأصلانية اللي موجودة عندنا بالمنطقة بس كمان موجودة بالعالم، والدروس اللي لازم نتعلمها أو الجمل اللي لازم نحن نجيبها للحظة الآنية عشان نحفظ على بقائنا. sour things بعكس مشروع استضافات فلسطين، اللي هو المشروع اللي بعمل فيه كل هاي العشوائيات الأدائية اللي لها علاقة بالبحث تبع التراث. sour things أو حامض هو أعمال تركيبية فعليا، نقطة انطلاقها هي الاستوديو تبعي، لأني ربما بعمل يكون أيضا طعم هذه الأيام فيه نوع من الحموضة، لا تفهمين بالضبط، يعني لا حلاوة ولا، فيمكن أن يكون هذا الشعور الذي ينتابنا عندما نتناول الحامض. جيد أنك جئت الحامض على هو طعم نفسي، هو الطعم النفسي صحيح للحموضة اللي صحيح. أنا بتعامل فيه. يعني احنا يعني سمعنا عن موضوع التخمير وما إلى ذلك في بعض قرى الجنوب اللبناني، يعني المؤونة كمكونات البورسلاين في معرضك، مثل الثوم، الفلفل الحار، القرنفل. سمحتي يعني أو سمحت هذه المكونات عمليا، سمحت لبعض العائلات بالبقاء. أهذا ما قصدته بالمخزن أو بيت المونة؟ نتحدث هنا عن طرق البقاء في المستقبل وثقافة البقاء ربما من خلال فكرة التخمير والتخزين وبيت المونة وما إلى ذلك. المونة هي البقاء فعليا، هي المكان اللي نحن نحفظ فيه كل الأطعمة بموسمها للحظة ما في عنا تحكم أو سيطرة باللحظة بالمستقبل. فهي المكان اللي بعيش فعليا باللحظة المستقبلية اللي فيها نوع من القلق لعدم توفر المواد بكثرة. فنحن بنتأكد إنه بمنتنا موجود العدس، موجود السكر، موجود الثوم اللي مجففة، موجود البامية المجففة، موجود الفلفل، موجود الطحين، موجود كل هاي المواد الأساسية جدا في إنه نقدر نعمل أكل وناكله إذا ما بنقدرش نطلع من بيتنا أو إذا ما بنقدر نوصل لمكان فيه هاي الوفرة. كانت هي المونة هي المحل اللي لازم نبنيه بلحظة
الحروب بلحظة زي ما حكيت قبل، القلق من أنك ما توصل للأكل. ويمكن هاي الأسئلة نحن لازم نفكر فيها أكتر بوقت اللي الموت والحرب وعدم قدرتنا على التحكم بأجسادنا وأجساد اللي حوالينا، والوقت المونة بتكون هي المكان اللي بنقدر نفكر بكيف نحن نحفظ حالنا، نحفظ كينونتنا عشان نضلنا أقوياء للحظة مستقبلية. فهذا المونة ووجودها باللحظة المستقبلية عن طريق الحفظ نعم، أو هذه العلاقة، حبس هذه المثل. العلاقة ميرنا يعني بين الماضي والمستقبل، بين الماضي والحاضر والمستقبل، والتي تشغلك أيضا، يعني بين التمسك بوصفات الجدات بالأساس وذاكرة المطبخ الفلسطيني والمستقبل الذي صورته، يعني كما تتحدثين في بيت المونة أو المخزن في المعرض. حدثين عن هذه العلاقة ولماذا تشغلك يعني، وتفسرينها وتقدمينها من خلال أعمالك. بتخيل لها علاقة بالقوة اللي أنا بآمن فيها للستوري تيلينج أو للحكاية والقصة اللي الناس بيحكوها عن حالهم، ومش التاريخ اللي هو كتبها عنهم. بفكر إنه في كتير غنى بالتاريخ الشفوي اللي لم يتم تدوينه لإلنا كفلسطينيين، ولما يتم تدوينه ما بيتم التطرق لإله من منظور الأرض، من منظور الأكل، من منظور الطاولة اللي كانوا يتجمعوا عليها، بس من عن طريق المطبخ اللي كانت الانتفاضة كلياتها تبلش منه. ما بنفكر قديش كان في بالانتفاضات فعليا تعبئة سياسية بتصير من النساء للآخرين للفدائيين للأطفال من خلال هذا المكان. القصص سلاح جدا 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 مهم للكتابة المستقبلية بالمستقبل، بس لازم نحكي باللحظة الآنية عشان نقدر ما نخسر هاي ربما القصة ميرنا هذا ونقول مهم جدا ما طرحته في سؤالي التالي، يعني الإسرائيليون ربما سرقوا الأطباق الفلسطينية وسموها على اسمهم، سرقوا الأرض، سرقوا الشجر، وسرقوا الكثير، لكن خلف هذه الأطباق حكايات كما تتحدثين، هناك مطبخ، هناك أسرة، هناك موضوع، هناك هم، هناك، هل يستطيع الإسرائيلي أن يسرق الحكاية أو أن يبتكر حكاية يضلل فيها المجتمع العالمي حول هذه الأطباق، أم أن الحكايات التي تقف خلف هذه الأطباق صامدة؟ بيقدر المحتل يستلب الأطباق بس مش بالضرورة إنه ينجح. وأصواتنا وإنه نحكي نحن موجودين ونحكي قصص هاي الأطباق ونحكي قصصنا كشعب وعلاقتنا بهذا الأكل على مر السنين هو بخلي هاي المحاولة تفشل. وبتخيل خلال ال7 سنين الماضية صار في كتير أصوات بالأكل اللي كانت عم توقف مجابهة لهاي عمليات الاستلاب. كان كتير أسهل من قبل للإسرائيلية، بس بعدين لما نحن كفلسطينية وعينا لقوة صوتنا واسترجعناها صار كتير أصعب. وهذا هو الهدف، إنه نخلي يمكن نحن ما عندنا سيطرة فعلية حالية على الموارد لأنه المحتل بتحكم فيها، بس المقاومة هي إنه نخلي صوتنا موجود ونضلنا نحكي ونضلنا نحكي إنه نحن هون وهاي القصص موجودة، ومش سهل تاخذها زي ما أنت مفكر لأنه في قوة وراها نحن واعيين لقوتها. نعم، شكرا جزيلا لك يا الفنانة الفلسطينية ميرنا بامية، كنت معنا من لشبونة في البرتغال، شكرا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا، شكرا ميرنا.